موظف وطلعت معاش، وبعد المعاش لقيت عندي وقت فراغ كبير، فحبيت أشغل نفسي بمشروع. فدورت على مشروع لقيت تكلفته عالية علي، وبعدين جت مبادرة حياة كريمة اللي جابها الرئيس السيسي، جابولي كل أدوات المشروع، الأحواض والأشجار والتربة كمان، لدرجة إن هم جابولي مهندس زراعة بيفوت عليا كل فترة عشان يعلمني الزراعة. وطبعاً إحنا استفدنا من المشروع بمنتجات نفعت لنا في البيت. دلوقتي مثلاً زارعين بصل، زارعين كرنب، زارعين بعض الخضروات مثل الجرجير مثلاً، بيوفر عليا طبعاً قيمة مالية، وهو خضرة في نفس الوقت بيساعد على الطبيعة وبشغل فيه وقت فراغ. ده زرع طبيعي ما فيهوش كيماويات ولا فيه أي حاجة خالص، تربة عادية خالص، وبيطلع مفيد وصح آمن يعني. مبادرة حياة كريمة وفرت لنا كل الحاجات دي مجانا. اللهم احفظ مصر يا رب. هنفضل طول الوقت نلقي الضوء على المشروعات اللي بتعملها حياة كريمة للناس. ده مشروع حياة كريمة عملته لبعض الناس اللي، ودي فكرة رائعة الحقيقة، فكرة ان احنا نبتدي نفكر نبني في، زي ما كنا امبارح بنقول، نزرع في الاسطح، نزرع في الشبابيك، نعمل اي حاجة نساعد نفسنا، مش هنستنى لما نقول عندنا مخزون ولا مش مخزون. كل الفكر اللي جاي ده ان احنا ندور حياتنا، وخصوصا عن طريق حياة كريمة. امبارح كلمنا عن العسل، فاكرين المشروع اللي عاملينه الستات عشان العسل، منال، مناحل منال العسل. لما قالت جملة جميلة جدا، قالت انا النهاردة بكفي نفسي وبكفي بيتي، وما بخبطش على حد اطلب حاجه من حد، وبتنتج وكمان بتنتج يعني فحاجه جميله. وبعدين يجي حد يقولك طب انا عايز من ده، عايز اعمل كده. الموضوع بسيط قوي، صفحه حياه كريمه على كل وسائل التواصل الاجتماعي. حضرتك عندك فكره، حضرتك عندك فكره، خش اكتب فكرتك، اتواصل، هتلاقي حد بيرد عليك. ما حدش بقى يجي يقول يعني هم هيردوا عليا، لا، هيردوا عليك وهيكلموا معاك وهيدرسوا المشروع، واذا كان في فعلا منه جدوى، ولو نقصوا حاجه هيوجهوا الناس. ادينا شايفين، وكل يوم هنا من خلال برنامجنا هنعرض نموذج علشان الناس اللي بتتكلم كتير بس ايه تهدى كده، لان دي ناس عايزه تشتغل كمان. وانا قوي ان انت تبقى عندك حافز انك تشتغل. عجبني قوي في بدايه كلامك يا منى وانت بتقولي احنا هنزهقك، واحنا مش حكايه طبعا نزهقك، وطبعا هو اللفظ اللي احنا بنعبر فيه، فكره ان بعض الناس تقول لك يا عم المذيعين والاعلاميين دول مش عايشين معانا، دول في عالم تاني، دول بيتكلموا بس في الموضه وبيتكلموا بس في المكياج. لا، احنا بنتكلم في الموضه وبنتكلم في المكياج وبنتكلم في اخبارنا الاجتماعيه واخبارنا السياسيه واوضاعنا الغذائيه وكل ما يخص المجتمع المصري، راجل وست واب وام وعيال، هتلاقي حد يساعدك. ففكره ان احنا يبقى دايما ان شاء الله عندنا جزء مخصص في البرنامج نتابع معاكم اول باول المستجدات الايجابيه، زي ما ساعات بنتابع معاكم المستجدات السلبيه، لازم نحط الضوء على الايجابيات عشان خاطر الناس نفسها تتفتح ويبقى عندها امل وتاخد. انتوا في حاجه النهارده ان شاء الله؟ لا ان شاء الله كل فجاه يعني مبتسميني وفي ضحكه جميله، الله اكبر في عيني عليكم. يعني جزء الخدمي ده جزء اصيل وجزء اساسي، ودورنا كاعلاميين طبعا، لانه احنا في الاول وفي الاخر هنا احنا مذيعات في البرنامج، لكن احنا ستات بيوت في بيتنا عندنا عايشين مع ناس والله. وبيجي كمان خلاص عامل بس كده يعني، مش بس كده، مش حكايه عزومه ولا نكفي، احنا من هنا بنوعي الناس يا جماعه. انا لينا دور مهم جدا، انه خدوا بالكم يعني في معركه للوعي احنا بنديرها من هنا، وبناخدها من هنا ملف نعرف ستات البيوت ازاي المشروعات بتتعمل. يكون عندك فكره صغيره قوي وتتصلي او تخشي على موقع حياه كريمه، الدوله بتبذل مجهود معاكي وتساعدك وتسوق لك المنتج بتاعك كمان لو ما كنتيش عندك فكره عن التسويق. فكله ممكن يبدا من البيت وانت قاعده تعملي مشروع لطيف او على السطوح او في الشبابيك.